بسم الله، السلام عليكم اعزائي المشاهدين. تحيه طيبه لكم من مدينه الجديده، وبالضبط 34 كيلومتر على المدينه هذه. كنتواجدوا في غير بوش بالضبط في هذه الفيرما هذه، اللي المساحه ديالها 7 الخدامه تقريبا. ما شاء الله كما كتشوفوا البير 6700 متر بالضبط هي المساحه ديال هذه الفيرما. تبارك الرحمن، هذا هو الماد البير، حلو ما شاء الله صافي كما كتشوفوا معايا. هذا هو الديبي ديالو، الماء متوفر بشكل كافي. مرحبا بكم في اقليم بكالة، على بركة الله غنبداو لكم هذا الفيديو لهذه الفيرما هذه من الباب. اعزائي المشاهدين، العرض اليوم حسب الطلب ديالكم هو مميز. طلبتوا لينا فيرما يكون كل شيء محفظ فيها، البير والدار والاشجار حتى هما داخل التيتر. اجيو معايا دابا نبداو من المدخل على بركة الله. اهلا وسهلا بكم، تفضلوا معايا. هذا هو المدخل، بعيدين على القدر 300 متر. هاد 6700 متر، 7 الخدامه قالت 300 متر بالضبط. المحفظه كلشي فيها، تيتر البير الدار الاشجار، دايره كامله بالسياج كما كتشوفوا. الضو داخل هالبوطو كتشوفوا فيه، الماء ايضا داخل البير. ما شاء الله تبارك الرحمن، تفضلوا معنا. بسم الله، هذا هو المدخل، كنلقاو المنزل مباشرة أمامنا الجهة اليمنى. الفاصاد ديالها هي هادي، الجهة اليسرى مشات حتى الشجرة ديال الأوكاليبتيس اللي هي هاد الفاصاد هادي كلها أشجار الزيتون. هنا كتبدا الجريدة، عندنا فيها الكرم والأشجار فواكه متنوعة غادي نشوفوها على بركة الله. المنزل هو هذا اللي توا مذكور في التيتر. المنزل اعزائي المشاهدين هو هذا على بركة الله. نكملوا الجولة ديالنا، منطقة جميلة كما كتشوفوا حداكم الجيران، وهو جد نقي كما كتشوفوا الخضورة، الماء تبارك الله موجود في هذه المنطقة. هذه هي الجريدة كاملة فيها أشجار التين، الحامض، العنب، مجهزة بالكوتاكوت كما كيبان لكم. التربة هي هذه كما كتشوفوا فيها، صالحة للزراعة، ممتازة، نوعية ممتازة. دائما من الجهة اليمنى الحدود هاد الفيرما هذه أعزائي المشاهدين 6700 متر تقريبا 7 الخدامة، دايرة كاملة بالسياج. شوف العنب ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن، أي زراعة درتوها هنا غادي تصدق. وعندكم المساحة شاسعة، المنزل كيبقى هنا على اليسار ديالنا، أشجار الفواكه، البعويد، الرمان، الشهدية. مرحبا بكم في القناة ديالكم فراتيلي. أهلا بكم في الفيرما، تواصلوا معايا على رقم 0653070490. مرحبا بكم في بكالة، تتم الحدود أعزائي المشاهدين على بركة الله، على قود الكرياج، ودايرة كما كتشوفوا الفلاحة حداها، الماء ما شاء الله موجود. بعيدين على كازا ب 90 كيلومتر. هذه الفيرما هذه 7 الخدامه تقريبا المحفظه، المنزل محفظ، البير، الاشجار، كل شيء فيها تيتر. هذا العرض المميز كما قلت لكم لمشاهدي الاعزاء، والثمن ايضا قابل للتفاوض. المساحه هي هذه ديال الفيرما المتبقيه، على بركه الله بقاو معنا غنمشيو نشوفوا المنزل. المنزل، المدخل، الباب ديال الدار، عندنا كراج هنا ديال الطوموبيل، وهذا السقف كما كتشوفوا بالزنك.
بسم الله كنلقاو التيراس، المساحة ديالو تقريبا 60 متر ديال التيراس بوحدو. الباب هو هذا، هنا الباب ديال الدروج، كاينه غارسونيير بنية في السطح. المنزل من الداخل كنلقاو على اليمين صالون كبير. الدار تبارك الله ما شاء الله مصلوحة كما كيبان لكم. المراح وسط الدار، صال دو بان كبيرة، كوزينة منها تخرجوا خلف المنزل، الجريدة، وعندنا غرفة واحدة لتحت هي هذه كبيرة. الدار باردة ما شاء الله. من هنا كنخرجوا التيراس ديال كوزينة، كنطلو على الجرب. دابا غنطلعو نشوفو الكارسونيير اللي في السطح. نعاود نذكركم المساحة، سبعة الخدمة تقريبا محفظة، كلشي فيها محفظ أعزائي المشاهدين. فيها المنزل، فيها البير، فيها أشجار الفواكه، بعيدة على الكونر ب 300 متر، وبعيدة على الجديدة ب 34 كيلومتر. هذا هو السطح. عندنا كارسونيير، بيت، و سال دو بان. شومبر، سطح. من هنا كيبان لنا الحدود. ان شاء الله منطقه كتبان لكم كامله فيرمات وفلاحه. الثمن اعزائي المشاهدين جد مناسب وقابل للتفاوض. الثمن هو 72 مليون اعزائي المشاهدين، قابله للتفاوض. تحيه طيبه لكم من بوج، الى اللقاء فرصه.